النهارده مع لعبه التايكوندو، وتنطلق اليوم منافسات بطوله العالم للناشئين التايكوندو اللي بتستمر طبعا زي ما احنا عارفين حتى يوم 1 اغسطس القادم، بتقام في بلغاريا وبتضم قائمه المنتخب في البطوله كل من سليم احمد، علي امير، محمد وسام، ماجد سامر، بلاد احمد، عمر الجوهري، معاذ رشدي، مصطفى حسام الدين، عبد الرحمن حسين، ومحمد فوزي. اما على مستوى البنات ففي رؤية مصطفى وفريدة المهدي وحنين علي ونادين مصطفى ومريم سعيد وحبيبة عميرة ومريم محمود وآمنة أحمد وهنا أحمد وهبة الله أيمن. وبيرافق كمان البعثة المصرية الجهاز الفني بقيادة محمود خليل المدير الفني، ومصطفى عبد العظيم هو المدرب العام، وعلاء إسماعيل مدرب عام أيضا، ومحمود هارون هو المدرب. نروح بقى دلوقتي للكرة الطائرة والأخبار هناك، وبيغادر منتخب مصر لكرة الطائرة من معسكر بولندا يروح لسلوفينيا يوم 25 أغسطس القادم لخوض منافسات بطولة العالم للكبار هناك المحدد لها الفترة من 25 أغسطس لغاية يوم 11 سبتمبر القادم. اختار كمان مسؤول اتحاد الكرة الطائرة عايدة إسماعيل عضو مجلس الإدارة لرئاسة بعثة، هي تكون موجودة رئاسة البعثة منتخب الرجال هناك في بطولة العالم المقبلة المحدد ليها شهر أغسطس المقبل زي ما قلت لحضراتكم في سلوفينيا. وبيغادر كمان منتخب مصر الأول لرجال الكرة الطائرة لمعسكر بلغاريا يوم 10 أغسطس القادم استعدادا أكيد لبطولة العالم بسلوفينيا. ومن مقارن يتوجه المنتخب من بلغاريا هيروح برضو لبولندا للدخول في معسكر مغلق هناك، آخر طبعا معسكر هيكون آخر من أجل طبعا الاستعداد لهذه البطولة يوم 20 أغسطس إن شاء الله. بيتواجد حاليا المنتخب في معسكر مغلق هنا في القاهرة تحت قيادة طبعا حسن الحصري اللي بيضم 20 لاعب هيتم بقى تصفيتهم في الآخر إلى 16 لاعب. من الطائرة هنروح دلوقتي لكرة السلة، وحدد مسؤولي اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة موعد لغلق باب القيد لتسجيل اللاعبين في صفوف الفرق اللي الموسم الجديد اللي تم فتحه خلاص امبارح يوم الاثنين، وتقرر كمان ان يستمر قيد اللاعبين حتى يوم 20 اغسطس القادم على ان تتقدم بقى الفرق بالعقود والاوراق المطلوبه لقيد اكيد اي لاعب فيهم، وكذلك ان هو لسداد الرسوم المخصصه له. مقرر كمان الاتحاد اعتبار اللاعب غير المقيد هو لاعب حر بدءا من يوم 21 اغسطس القادم. مكملين اخبارنا، ووصل صباح اليوم المنتخب السعودي لكمال الاجسام، وصل الاسكندريه استعدادا لمشاركه في منافسات البطوله العربيه اللي هتقام في الفتره من 28 حتى 31 يوليو الجاري في الاسكندريه. وكان كمان في استقبال الوفد هناك محمد جوهر نائب رئيس منطقه اسكندريه لكمال الاجسام، على بقى ان تصل باقي الافواج تباعا خلال الساعات القليله المقبله.